قناة أصفار ورحلات الدياني ترحب بكم وترجو لكم مشاهدة ممتعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن انطلقنا من مدينة قلميم بوابة الصحراء في اتجاه دكار في الخرجة الرائعة التي قمت بها، الخرجة الميمونة، على بعد حوالي 70 كيلومترا تصل إلى هذه النقطة الرائعة راس أومليل. أومليل باللغة الأمازيغية تعني أبيض. تقريبا توجد في المنتصف 70 كيلومترا عن مدينة قلميم باب الصحراء، ثم حوالي 60 كيلومترا عن مدينة طنطان. بطبيعة الحال كما تعلمون فهذا المشروع العملاق، الطريق السريع ما بين مدينتي تيزنيت والداخلة مرورا بعدد كبير من المدن المغربية، هذه الطريق التي ستيسر الأمور كثيرا على جميع الأصعدة. الأشغال قائمة على قدم وساق من أجل إيصالها مرورا بعدد كبير من المناطق. هذه المنطقة تسمى الإداعة. وقفت رفقة الأستاذ عبد المالك من أجل الاستمتاع بالجو الشتوي الذي وجدناه في هذه المنطقة، الإداعة أو الجوي، حيث التقيت بذلك الصحراوي من أجل التزود بماء المطفية، ماء المطر. ثم واصلنا في اتجاه مدينة طنطان، آخر الأماكن التي يوجد فيها جبال سلسلة الأطلس الصغير. بطبيعة الحال بعض المنعرجات وبعض المرتفعات لكنها خفيفة جدا، لنصل بعد ذلك في هذه الأجواء الباردة الرطبة الرائعة إلى آخر قنطرة على واد درعا. هذه هي القنطرة التي ترون أمام أعينكم، ثم من هناك مصب واد درعا الرائع لنطل على مدينة طنطان. إذن كل من يزور المنطقة عندما يصل إلى هنا يعلم علم اليقين أنه ورد ماء طنطان. مدينة مغربية عاصمة إقليم طنطان بجهة قلميم واد النون جنوب المغرب، حوالي 75 ألف نسمة حسب الإحصاء العام ل 2014. تقع على الطريق الوطني رقم 1، طبيعة الحال تبعد عن قلميم كما قلت لكم من قبل بحوالي 130 كيلومتر تقريبا. مدينة جميلة جدا، حوالي 2900 نسمة ككثافة سكانية في الكيلومتر المربع، عدد الأسر حوالي 17000 أسرة. وترجع تسمية مدينة طنطان إلى الصدى طنطنة الذي يحدثه الدلو أثناء نزوله إلى قاع البئر بفعل ارتطام مع الماء. بطبيعة الحال وجود آبار في هذه المنطقة منذ القدم. طنطان ترتبط ارتباطا كبيرا بموسم يسمى موسم طنطان، ينظم سنويا منذ عام 2004، وهو مناسبة الاحتفاء بالتراث البيضاني الصحراوي في كل تجلياته وعناصره. ويشتمل على العديد من الأنشطة الغنية والمتنوعة، منها التراثية والرياضية والفنية والسوسيو اقتصادية، وخيام موضوعاتية وعروض فولكلورية من سباقات الإبل والفروسية، إلى جانب سهرات فنية وموسيقية كذلك، إضافة إلى كرنفال استعراضي تشارك فيه فرق محلية ووطنية ودولية. وقد تم تصنيف موسم طنطان في عام الموالي 2005 من قبل منظمة يونسكو ضمن روائع التراث الشفهي غير المادي للإنسانية، وتم تسجيل هذا الموسم في سنة 2008 بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية. بطبيعة الحال موسم طنطان يعتبر نقطة تقارب بين البدوي الرحل المنتشرين في مساحة واسعة بجنبات المدينة. وقد قدم موسم طنطان لقبائل المنطقة فرصة استثنائية للقاء وإعادة الاتصال بالماضي،
علاوة على فرحة لم الشمل وغيرها من أنشطة احتفائية وتجارية. كذلك يسمح لأعيان وشخصيات القبائل بمناقشة المواضيع المتعلقة بحياتهم والتضامن الاجتماعي. كما أنه في السنوات الأخيرة تم التعرف والاعتراف بالموسم عن طريق حضور العديد من الضيوف المرموقين سينمائيا وعلميا وإعلاميا، إضافة إلى وزراء وسفراء وأساتذة باحثين وأعضاء جمعيات ذات صيت دولي شاركوا في الاحتفالات في ساحة السلام والتسامح. طبيعة الحال مدينة طنطان من بين المعالم التاريخية التي تشتهر بها السفينة الإسبانية بطنطان، والتي تسمى محليا باسم الباركو، أحد أبرز المعالم التاريخية التي تزخر بها هذه المدينة، وهي تقع في واد بن خليل، ويرجع تاريخ بنائها إلى سنة 1940 خلال فترة الاستعمار الإسباني، وقد كانت عبارة عن مقهى ومكان للترفيه والترويح عن النفس بالنسبة للإسبان، كما تحتوي على فضاء للتنزه وملهى تحيط به 4 زوارق صغيرة ومسبح بعمق 2.5 متر وطول 30 مترا تقريبا. وقد خصصت ميزانية في سنة 2019 لترميم هذه المعلمة، وذلك اهتماما بهذا الموروث الثقافي المحلي. مدينة طنطان ترتبط اقتصاديا ارتباطا وثيقا ومباشرا بميناء طنطان المتواجد في مدينة الوطية، التي سنزورها مباشرة بعد الخروج من هذه المدينة الجميلة. مدينة صغيرة ليست بالمترمية الأطراف لكنها رائعة جدا. أهلها يتميزون طبيعة الحال بكرم الضيافة وجلسات الشاي كما هو الشأن بالنسبة لجميع الأقاليم الجنوبية المعروفة. فطبيعة الحال كما لا يخفى على الجميع، فليس الهدف من جلسات الشاي هذه هو الشرب، لا، بل تبادل أطراف الحديث والشعر. فعدد كبير من سكان الصحراء يعتبرون شعراء بالفطرة، فكلامهم موزون وكلامهم جميل جدا، سواء كان باللغة العربية الفصيحة أو بالحسانية المحلية. والحسانية كما لا يخفى عليكم فهي أقرب لهجة للغة العربية، خاصة إذا تحدث أهل الصحراء بهذه اللغة ببطء، فعندما يتحدثون ببطء فإنك تعلم كلماتهم إلا القليل، أما إذا كان الحديث بسرعة فإنك لا تفهم شيئا على الإطلاق. إذن نحن الآن في أطراف مدينة طنطان، هذه آخر المعالم التي نراها أمامنا، هذه المنارة في هذه المدارة الجميلة التي سنجدها بعدها مباشرة الشرطة، لكن كما لا يخفى عليكم فيمنع التصوير في مثل هذه الأماكن. خرجنا من مدينة طنطان، هذه اللوحة المعلقة هنا مكتوب فيها التشوير الطرقي إلى حدود داكار، فداكار عندما تراها هنا تجد المسافة بعيدة جدا، لكن ولله الحمد والشكر أزيد من 1400 كيلومتر، لكن ولله الحمد والمنة وصلنا إليها وشربنا ماءها واستحممنا في شواطئها أو سبحنا في شواطئها. التفاتة إلى مدينة طنطان التي تظهر رائعة من هنا، ثم وصلنا إلى مدينة الوطية. الوطية بطبيعة الحال هي التي يوجد فيها ميناء طنطان، تبعد عن طنطان ب 25 كيلومترا. الطريق إليها كما ترون رائع جدا رغم زحف الرمال ورغم الرياح، لكن رطوبة الجو تسهل عليك المأمورية. مدينة الوطية كما قلت لكم من قبل يوجد فيها ميناء طنطان،
ويرجع التاريخ بناء ميناء طنطان إلى سنة 1977، بمعنى عامين بعد المسيرة الخضراء، وهو يبعد عن هذه المدينة كما قلت لكم من قبل ب 25 كيلومترا. جميلة جدا والمسير فيها رائع جدا. ويتمثل نشاط هذا الميناء في صيد الأسماك، حيث يشمل أعالي البحار والصيد الساحلي وكذلك التقليدي. فاستمتعنا بجلسة رائعة على جنبات هذا البحر الهادئ، طبيعة الحال عندما تجلس أو عندما تلعب أو تجيء إلى هذا المكان شاطئ الوطية، طبيعة الحال احترام كبير جدا، لا وجود لكلام ناب ولا وجود لعهر ولا عراء ولا شيء من هذا القبيل. مكان رائع جدا، قمة الاحترام والحشمة والوقار ولله الحمد والشكر. هنا بتنا ليلتنا بهذا المخيم المترامي الأطراف، مخيم رائع جدا ليس بالباهظ الثمن، ثمنه مناسب جدا. طبيعة الحال كما تعلمون فكان يرافقني الأستاذ عبد المالك بوسدرين الذي اعتز كثيرا بصحبته ورفقته، رجل ولا أروع. الرحلة معه مفيدة ومهمة ورائعة جدا. لازلنا وسط هذا المخيم الذي قلت كما قلت لكم من قبل، فهو مترامي الأطراف، فيه أماكن لنصب الخيام وفيه غرف وكذلك فيه شقق لمن أراد المجيء إلى الوطية. ثم قمنا بعد ذلك بجولة في كورنيش الوطية، برد شديد، تصوروا معي في منتصف غشت، برد شديد جدا إلى درجة أن الأستاذ عبد المالك اقتنى ملابس صوفية لتقيه من برد المكان. ثم قمنا بجولة وسط هذه المدينة الهادئة، مدينة الوطية، مدينة رائعة جدا، مدينة بسيطة. من قدم إلى هنا لا بد أن يشرب الشاي ولا بد أن يتناول الأسماك المصطادة بهذا الميناء الذي لازلنا بصدد الحديث عنه. ثم قمنا بجولة ليلية، فرغم البرد لكن المكان هادئ ورائع جدا، الناس أو الساكنة مسالمون، بنية تحتية جميلة جدا، سوق سمك جديد رصد له غلاف مالي حوالي 40 مليون درهم، وشيد على مساحة كبيرة 6700 متر مربع، ويضم مرافق تقنية ومختبر بيطري وغرف للتبريد وفضاءات لاستقبال وإرسال المنتجات، إضافة إلى عدد من المرافق الإدارية. وهذا السوق الجديد يعتمد على استعمال التقنية الحديثة من خلال نظام معلوماتي يمكن من التتبع الآلي لعملية بيع المنتجات والمعالجة الآلية للمنتجات وكذلك الفصل بين تدفق الأشخاص والمنتجات. إذن تسويق وتتبع مسار بتقنية حديثة جدا. ثم غادرت الوطية في الصباح الباكر كما قلت لكم من قبل، فهذه المدن الصحراوية التنقل بينها جميل جدا، احترام كبير من قبل سائقي الشاحنة الكبيرة، لكن يجب عليك أن لا تنطلق إلا بعد على الأقل ظهور الضوء. إن لم تنتظر الشروق فعلى الأقل انتظر ظهور الضوء وانجلاء الظلام حتى تظهر جليا وتظهر واضحا بشكل جيد للسائقين. إذن هذه من النصائح التي أقدمها خاصة لمستعملي الدراجات الهوائية، إضافة إلى الضباب الكثيف الذي يكون بين الفينة والأخرى عفوا في هذه المناطق. ففي مثل هذا اليوم الذي انطلقت فيه، عندما خرجت في اتجاه أخف النير من هذه المدينة الهادئة مدينة الوطية، وجدت ضبابا كثيفا كما سترون في الحلقة القادمة
بحول الله وقدرته. إذن استمتعنا كثيرا بمدينتي طنطان والوطية، قدوما من قلميم، مرورا براس أمليل، مرورا بالجوي الإذاعة، مرورا ببن خليل، وعدد كبير من الأماكن. رغم أننا وجدنا الطريق في طور الإصلاح، لكن على العموم الرحلة كانت رائعة جدا ما دام الحر لم يكن، بل كان الجو باردا إلى حد كبير. خرجنا من مدينة الوطية في اتجاه أخف النير ثم طرفايا. كان يوما ممتعا جدا، ستستمتعون معنا في الحلقة القادمة بهذه المرحلة كذلك. حتى ذلكم الحين أرجو من الله عز وجل أن تجدكم هذه الحلقة في أحسن الظروف. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.